مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد. نزولا عند رغبة آلاف المشتركين الذين طلبوا مني كيفية تعلم اللغة الفرنسية، أن أجيبهم على كيفية تعلم اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة. في هذا الفيديو سأعطيكم الطريقة الأولى فقط، الطريقة الأولى لبداية تعلم اللغة الفرنسية. الطريقة الأولى لبداية تعلم اللغة الفرنسية فقط، هذا الفيديو لمن يرغب في تعلم اللغة الفرنسية. وسأعطيكم مثال لطريقة، طريقة مجربة وفعالة لتعلم اللغة الفرنسية. مثلا سأخذ حوار، هذا الحوار دار بين سعد وصحفية فرنسية، حيث أنها سألته عن حياته الخاصة وأيضا رأيه في رئيس فرنسا ورئيسة ألمانيا وأيضا الفنان المغربي جاد المالح الفكاهي جاد المالح. وهذا الحوار رائع جدا، وبه يمكنني أن أعلمكم اللغة الفرنسية وأعلمكم الطريقة الأولى لتعلم اللغة الفرنسية، بداية تعلم اللغة الفرنسية، وهي الطريقة الأولى. هناك عدة طرق مختلفة، وهذه الطريقة الأولى لتعلم اللغة الفرنسية. تابعوا معي الحوار، سأعلمكم في نفس الوقت اللغة الفرنسية عن طريق حوار، وأيضا طريقة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق حوار. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، لأذكر فقط لتذكير، فهناك جوائز في آخر شهر، 10 أشخاص ممن اشتركوا في القناة، وسأبدأ الدرس على بركة الله. أولا، لتتعلم اللغة الفرنسية يجب مثلا تأخذ حوار مثل هذا الحوار، ستكتب مثلا سعد بونجور، سعد هو اسم، بونجور، سأناقش هذا الحوار وسأعلمكم في نفس الوقت طريقة مجربة وقد استفاد منها تلاميذي في تعلم اللغة الفرنسية وأصبحوا يتكلمون باللغة الفرنسية بطلاقة. سعد بونجور، بون جور، بون جيد، جور يوم، ولكن ترجمتها لا نقول نهارك سعيد، جور نهار أو يوم، أو يومك سعيد، فنقول فقط مرحبا، مرحبا، أو يمكن أن تقول نهارك سعيد أو يومك سعيد. بون جور، بون تعني جيد، جور تعني يوم. جورناليست أي الصحفية، جورناليست. بونجور سعد، بونجور سعد الصحفية، مرحبا سعد. إذا أردت تعلم اللغة الفرنسية فيمكنك أن تقول لصديقك أو لصديقتك مثلا بونجور، ويرد هو بونجور مثلا كريم، سعد، ندى، حسب الاسم. أو أن تتكلم مع أحد أفراد العائلة، أو أن تنتج حوارات وتحاول أن تلعب الدورين، تلعب دور سعد بونجور ودور جورناليست بونجور سعد، وتكمل الحوار. وأعدك أنك ستتعلم اللغة الفرنسية بسرعة إن أنتجت مثلا 4 حوارات في اليوم، أو شاهدت 4 حوارات وتحاول أن تعيد نطق الكلمة أو الجمل، بدون شك ستستطيع التكلم باللغة الفرنسية. مثلا سعد، vous êtes la journaliste, tu es belle. Vous êtes la journaliste, tu es belle. أي سعد، vous êtes أنتم، je suis أنا، tu es أنت، il est هو، nous sommes نحن، vous êtes أنتم، ils sont هم. C'est de la conjugaison du verbe être au présent. هو تصريف الفعل être في الحاضر، تصريف الفعل être في الحاضر. Vous êtes، هنا سأقول أنت، استعمل vous êtes كأسلوب للآداب أو
expression de politesse, أي أسلوب الأدب أو الاحترام. La journaliste, الصحفية, أنت الصحفية. Tu es belle, أنت جميلة. Tu es belle, أنت جميلة. أو tu es beau, أنت جميل. إن كنت تريد أن تتكلم مثلا فتاة تريد أن تتكلم مع زميل لا يمكن أن تقول له أنت جميل. سعد, vous êtes la journaliste, tu es belle. وهذا الحوار حوار حقيقي, أخذته من موقع لهذه الصحفية الفرنسية, وهي أيضا تساهم في تعلم اللغة الفرنسية, وأنا قمت بترجمته إلى اللغة العربية. يمكن أن تقول أيضا la journaliste, journaliste, أي الصحفية. Oui, merci. لاحظتم أنني استعملت هنا كلمات بسيطة. Bonjour, bonjour سعد. Vous êtes la journaliste, tu es belle. Oui, merci. يعني استعملت, حاولت أن أستعمل كلمات بسيطة. وكذلك أنتم في إنتاج حوار مثلا, يمكنكم أن تنتجوا حوار وتكتبوه في التعليق. اكتبوا هذا الحوار في التعليق وأنا سأصححه وسأجعله على شكل فيديو. سأحاول كتابته, سأحاول كتابته وترجمته باللغة العربية مباشرة. فقط لكي تستفيدوا, حاولوا أن تنتجوا حوارات. قلنا جورناليست وي ميرسي, الصحفية نعم, شكرا لك, شكرا لك. وي ميرسي, وي يعني أجابت عن vous êtes la journaliste, قالت وي. وعندما قام بمدحها tu es belle, قالت ميرسي. وإذا كان المدح مثلا طويل جدا, مثلا tu es belle et gentille وما إلى غير ذلك, يمكن أن تقول merci pour le complément. ولكن في الحوار بين جورناليست وسعد قالت فقط merci. سعد, donc on va commencer, donc on va commencer, أي سعد إذن سنبدأ. سيبدأ الحوار حيث ستسأله عن, لن أدرج حياته الشخصية هنا, أدرجت فقط عندما سألته عن الرئيس الفرنسي والمستشار الأمريكية, وأيضا عن الفكاهي والممثل والمخرج قاد المالح. سأعيد بالنسبة للمبتدئين, يمكن أن تنطقوا مثلا bonjour, bonjour, bonjour سعد. Vous êtes la journaliste, vous êtes la journaliste, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Oui, merci, oui, merci. Donc, on va commencer, donc, on va commencer, donc, on va commencer. إذا أردت أن تنطقها بسرعة, وأنتم حاولوا أن تتعلموا مثلا donc on va commencer, مثلا D-O-N تقول donc, donc, donc on va, V-A, va commencer, commencer. حاولوا أن تنتجوا حوار وتقرؤوه ببطء. هنا ستبدأ الصحفية السؤال. Journaliste, oui, bien sûr. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. مثلا, oui. هي نعم بسيطة جدا. Bien sûr, bien sûr. جد أكيد, bien, جيد أو جدا أو جد. Sûr هي أكيد, sûr أكيد. نقول بالتأكيد باللغة العربية bien sûr, هي بالتأكيد. Oui, bien sûr. Je vais, je vais, je vais
هو الفعل aller مصرف إلى الحاضر. C'est la conjugaison du verbe aller au présent. الفعل aller مصرف إلى الحاضر. نقول je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, adhabu, tu vas, tadhabu, il va, yadhabu. Je vais te poser, te poser. Et ça attrahu. Te poser, ça attrahu. Des questions. La question, ou as-su'al. La question, ou as-su'al. Des questions, as-ila. Et tu vas. Et tu vas. Qulna. Je vais. Adhabu. Tu vas. Tadhabu. Walakin huna. Tu vas. C'est ustamalu. Wasaufa. Matalan. Et tu vas. Wasaufa. Me donner. Tu'atini. Ton avis. Ton avis. Huwa ra'yuk. L'avis. Huwa ra'yi. L'avis. Huwa ra'yi. Mon avis. Huwa ra'yi. Ton avis, huwa ra'yuk. Son avis, huwa ra'yuhu. Matalan. Qulna, journaliste. Ida kuntu mubtadi'an wa turidu ta'allum an-nutq wal fransiya, fa iqra' bi hadhihi at-tariqa. Oui, bien sûr, je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. قلنا journaliste الصحفية oui تعني نعم bien sûr تعني بالتأكيد bien sûr تعني بالتأكيد je vais te poser سأطرح عليك des questions أسئلة et tu vas me donner ton avis وسوف تعطيني رأيك donner أعطى يعطي me donner تعطيني me تعنيني تعطيني ton avis رأيك الآن سأمر إلى سعد مثلا سعد سيقول d'accord أو سيقول bien sûr bien sûr قلنا bien sûr هي بالتأكيد أو d'accord أو oui نعم سعد حسنا أنتم إذن هنا تستطيعون أن تنتجوا حوار بكل سهولة إن استطعتم أن تركبوا هذه الجمل وأيضا أن تلعبوا الدور أن تلعب الدور أن تقف مثلا وتأخذ الهاتف مثلا ستسمع بونجور وتقول بونجور أيضا بونجور سعد vous êtes la journaliste tu es belle oui merci donc on va commencer oui bien sûr je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis داكور يعني يمكن أن تتكلم بهذه الطريقة سأبدأ الأسئلة مثلا جورناليست qu'est-ce que tu penses de Emmanuel Macron Emmanuel Macron هو رئيس فرنسا طرحت عليه السؤال على سعد طرحت عليه الصحفي على سعد قالت له qu'est-ce que tu penses de Emmanuel Macron. ويمكن أن تقول qu'est-ce que tu penses de Samira Saad مثلا عبد الحليم حافظ مثلا أي اسم qu'est-ce que tu penses de أي ما هو رأيك في qu'est-ce que ما هو رأيك أو ما رأيك tu penses هو تظن أو تفكر si le verbe penser au présent إنه الفعل يفكر أو يظن في الحاضر ولكن qu'est-ce que tu penses عندما تريد أن تقول لشخص ما رأيك مثلا في كريم qu'est-ce que tu penses de كريم ما رأيك في كريم Qu'est-ce que tu penses de Karim? يمكن أن تحمل الآن قلم وتدون هذا وتعيد إنتاج حوار بأشكال أخرى. إنتاج حوار بأشكال أخرى. يمكنك أن تنتج بها بهذا الحوار عدة حوارات أخرى. وستأخذ العبارات والكلمات وستستفيد أكثر. قلنا
As-Sahafiya, qu'est-ce que tu penses, Marayuka, de Emmanuel Macron? Fait Emmanuel Macron. كنت أريد أن أضع هذا الفيديو على شكل بث مباشر ولكن ينقطع البث المباشر بعد التجربة الأولى فقد كان ينقطع البث المباشر. جورناليست كيسكو تي بونس دو إيمانويل ماكرون؟ سيرد سعد مثلا ما رأيه في رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون؟ سعد إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون جو لو تروف تري plaisant, il est petit, il parle beaucoup, maintenant, je le trouve très plaisant, je trouve agido, c'est le verbe trouver au présent, ou le verbe yajido, très plaisant, plaisant, مسلي بليزون مسلي تري جدا اي جد مسلي إلي بوتي إلي بوتي هو صغير إل بارل بارل هو يتكلم جو بارل فرونسي أتكلم باللغة الفرنسية بوكو كثيرا بوكو 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 Beaucoup. Elle est petite, il parle beaucoup. Maintenant, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Ses gestes, harakati, ses gestes sont précis, daqiqa, sont précis, daqiqa. Je l'aime beaucoup. Ana uhibbuhu kathiran. Je l'aime, uhibbuhu. Beaucoup, Katiran. Je trouve très plaisant. Elle est petite. Elle parle beaucoup. Ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Ana uhibbu Katiran. Ou انت يمكن ان تتكلم مثلا على كريم, على صديق, على احد احبائك, على احد اصدقائك, على عائلتك بهذه الطريقه. Je le trouve très plaisant. Je le trouve très plaisant. Il est petit. Il parle beaucoup. Ses gestes sont précis, je l'aime beaucoup. 7. Emmanuel Macron. Je le trouve. Ajidu annahu musallin jiddan ou ajiduhu musallin jiddan. Je le trouve très plaisant. Qulna plaisant wa musallin. Je le trouve ajidu annahu plaisant musallin jiddan. Très jiddan. Il est petit, هو صغير. Il parle beaucoup, يتكلم كثيرا. Ses gestes sont précis, أي حركاته, حركاته دقيقة. Je l'aime beaucoup, أنا أحبه كثيرا. Beaucoup, 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 كثيرا. هنا انتجت فقرة بدون أن تحس. إن كنت تنتج مثل هذه الجمل وأيضا تتكلم بها فإنك استطعت هنا أن تنتج فقرة فقرة هنا Je le trouve très plaisant c'est une phrase Elle est petite phrase Elle parle beaucoup phrase Ses gestes sont précis phrase Je l'aime beaucoup phrase يعني فقرة مركبة من خمس جمل La phrase هي الجملة وهذه هي الطريقة الأولى لتعلم اللغة الفرنسية وبعد ذلك سنمر إلى أشياء أخرى جورناليست اي كومون تي تروف مدام أنجيلا ميركل اي كومون تي تروف مدام أنجيلا ميركل أو كيسكو تي بونس دو مدام أنجيلا ميركل Comment tu trouves Madame Angela Merkel? Ou qu'est-ce que tu penses de Madame Angela Merkel? Et كيف تجد في المعنى العام كيف تجد Madame Angela Merkel?
إيه تعني و مثلا سأقوم بالترجمة الصحفية و كومون كيف تتروف تجد مدام أي السيدة أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل هو اسم مستشارة الألمانية. Et comment tu trouves Monsieur Matalan Karim? Et comment tu trouves Mademoiselle Nada, l'Anissa Nada? Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Karim? يعني يمكنك أن تطرح الأسئلة بطرق عديدة. وكيف تجد السيدة أنجيلا ميركل؟ Et comment tu trouves Madame Angela Merkel. وهنا استعملنا Qu'est-ce que tu penses de ما رأيك في هنا كيف تجد وفي السؤال الأول Qu'est-ce que tu penses de ما رأيك في يمكن أن تقول سعد Je la trouve très gentille. Je la trouve très gentille. Elle est toujours disponible. Je la trouve. هنا الفرق. Je le trouve. Le. لأنه مذكر. Emmanuel Macron, مذكر طبعا. Je la trouve. Je la trouve. مؤنث أنجيلا ميركل هي مؤنث très gentille très gentille أي أضفنا LE لأنها مؤنث elle est toujours disponible toujours دائما هنا toujours tout كل jour يوم كل يوم تعني دائما أو أبدا أو كل يوم ديسبونيبل أي في كل وقت جاهزة سعد جو لا تروف أجدها تري جونتي لطيفة تري جدا إلي توجور ديسبونيبل هي مستعدة دائما Je la trouve très gentille. Elle est toujours disponible. أجدها لطيفة جدا. هي مستعدة دائما. يعني بهذه الطريقة يمكن أن تركب حوار وأيضا فقرات. هنا جملتين. Je la trouve très gentille. Il est toujours disponible. Je la trouve très gentille. Elle est toujours disponible. Journaliste, moi, je trouve qu'il est assez prétentieuse. As-Sahafia, moi, t'ani ana, toi, t'ani anta, je trouve, ajido, qu'il est, ajidoha, annaha, أسي أسي أكثر من أكثر من أكثر من اللازم مثلا أسي أكثر من اللازم بريتونسيوز مغرورة بريتونسيوز مغرورة موا جو تروف كيلي أسي بريتونسيوز الجورناليست تقول أن أنجيلا ميركل ليست جونتي بل هي prétentieuse أي مغرورة moi je trouve أعتقد مثلا سنستعمل عوضا أن أقول أنا أجدها مغرورة أكثر من اللازم نقول أيضا أعتقد أنها مغرورة أكثر من اللازم من اللازم يمكن أن تكتب moi je la trouve prétentieuse Je la trouve prétentieuse. أجدها مغرورة ويمكن أن تقول أيضا moi je trouve qu'elle est
assez prétentieuse, Sad, non, je ne trouve pas, non, Tanila, Deda, oui, non, Tanila, oui, Taninam, je ne trouve pas, on a ne ta. اي شيء موجود بين نو با فهو منفي سي نو با سي بور لا نيغاسيون اي للنفي تروف اجيدو سي لو فيرب تروفي يجيدو مثلا جو نو تروف با جو تروف اجيدو جو نو تروف با لا اجيدو ولكن هنا المعنى سعد لا لا أجدها كذلك سعد non je ne trouve pas سعد لا لا أجدها كذلك journaliste est-ce que tu aimes prendre le TGV est-ce que هل أينما وجدت est-ce que فهي تعني هل Est-ce que tu aimes le verbe aimer, yuhibbo, tu aimes, tuhibbo, j'aime, uhibbo, tu aimes, tuhibbo, je vous aime, uhibbukum, uhibbu al-mushahidin wal-mushtarikin aydan fil qanat, prendre, akhudu, le TGV, train grand vitesse. TGV, c'est train grand vitesse. Al-Qatar, al-Fa'iq Sura. Ou du Sura al-Kabira. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Est-ce que, elle, tu aimes, tu es beau? Tu aimes, tu es beau? Prendre. أخذ TGV أي القطار الفائق السرعة train grand vitesse الصحفية إسكو قلنا هل tu aimes تحب prendre أخذ le TGV أي TGV c'est l'abréviation de train grand vitesse أي قطار الفائق السرعة هل تحب أخذ TGV هو على شكل اسم سعد مثلا وي سي غابيد اي براتيك مي جو تروف كو سي ان بو شير وي تعني نعم سي تعني إنه رابيد سريع وي سي رابيد وي سي رابيد رابيد اي براتيك براتيك براتيكي أي طبق وتعني أيضا مريح براتيك براتيكابل أي عملي براتيكابل عملي براتيك أي مريح يمكن أن نقول مريح ما لكن جو تروف أعتقد أو أجد كو سي ان بو شير كو أنه أن سي ان بو شير يعني مكلف بعض الشيء غالي الثمن بعض الشيء باهظ الثمن بعض الشيء وي سي رابيد اي براتيك مي جو تروف كو سي ان بو شير نعم إنه سريع ومريح أو فعال ما لكنني جو تروف ما جو لكنني تروف أعتقد أو أجد كو سي ان بو شير سعد نعم إنه سريع ومريح لكنني أعتقد أنه مكلف بعض الشيء بعض الشيء يمكنكم أن تكتبوا في التعليق حوار ولو جملتين فقط
يكتبوا في التاريخ لكي أعرف مستواكم أيضا، وأيضا لتحاولوا بادروا أن تكتبوا اللغة الفرنسية وأن تتعلموا اللغة الفرنسية. قلنا oui c'est rapide et pratique mais je trouve que c'est un peu cher. نعم إنه سريع، غابيد سريع، براتيك فعال أو مريح، peu cher مكلف بعض الشيء. وأيضا قالت له الصحفية journaliste tu préfères voyager en bus ou en train? Tu préfères voyager en bus ou en train? Tu préfères, si le verbe préférer au présent, je préfère au faddelo, tu préfères tu faddelo, il préfère tu faddelo, voyager يسافروا. وإذا قلنا tu préfères voyager، هل تفضل السفر voyager en bus، en bus بالحافلة أو en train أو بالقطار. الصحفية tu préfères voyager، هل تفضل tu préfères هل تفضل voyager السفر en bus، en تعني بي، الحافلة en بي، bus الحافلة ou تعني أو، تستعمل الاختيار le choix أو train القطار بالحافلة أو بالقطار، لأن استعملنا en هنا. journaliste الصحفية tu préfères tu préfères tufaddilu voyager as-safar en bus bil-hafila ou aw bil-qitar en train bil-qitar hal tufaddilu as-safar bil-hafila aw bil-qitar naqul tu préfères voyager en bus ou en train yani yumkinuka an tajlis anta wa sadiqaka wa tas'alahu mathalan tu préfères voyager en bus ou en train وتعيد هاتي وتكرر هاتي الجملة مرات عديدة. بونجور بونجور كومون سافا سافا بيان كومون تي تابل. أعيد الجمل، حاول أن تعيد الجمل وتكرر الجمل مرات عديدة لكي تستطيع التكلم باللغة الفرنسية. وأيضا حاولوا مشاركة الفيديو عبر الفيسبوك الواتساب وما إلى غير ذلك من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكي تصل هاتي الفيديوهات إلى الآخرين لكي تعم الفائدة. سعد سيرد مثلا، سعد سعد je préfère le train، je préfère le train، je préfère le train، le bus roule trop lentement، je préfère le train، les bus roulent trop lentement، je préfère أنا أفضل، سعد يقول أنا أفضل، je préfère، tu préfères أنت تفضل أو تفضل، il préfère يفضل أو هو يفضل، le train القطار، le train القطار، les bus roulent trop lentement. تتحركوا roule تتحركوا أي تدور عجلات، roule هي تدور عجلات مثلا السيارة أو الحافلة أو ما إلى غير ذلك. تتحركوا الحافلات trop يمكن أن نقول شديد، lentement أي ببطء، ببطء شديد. Je préfère le train، le bus roule trop lentement. أنا أفضل القطار، le bus roule trop lentement، تتحرك الحافلات ببطء شديد. Je préfère le train، le bus roule trop lentement. Je préfère le train، le bus roule trop lentement. عيدوا معي الجمل، عيدوا معي الجمل لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية.
Journaliste, tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Tu exagères beaucoup. تسمعون في الأفلام الفرنسية أو الأفلام المترجمة. Tu exagères beaucoup. تستعمل كثيرا. وهي تعني تبالغ. Beaucoup, قلنا كثيرا. Beaucoup. Beaucoup, تعني كثيرا. Tu exagères. أي تبالغ. Tu exagères beaucoup. Les bus. أي الحافلات. Ne roule pas. Ne pas. قلنا la négation تعني là. Roule, تتحرك. لا تتحرك. Trop lentement. ببطء شديد. مثلا سأكتب أيضا ils ne sont pas assez rapides pour toi. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Ils ne sont pas. On n'a ne pas la négation. Et t'as là. فهي ليست assez rapide. سريعة بما فيه الكفاية. Assez, بما فيه الكفاية pour بالنسبة toi pour toi بالنسبة لك بالنسبة لك pour تعني بالنسبة تعني لأجلي toi تعني لك بالنسبة لك أنت toi تعني أنت وتعني لك moi تعني إذا قارناها مع pour Pour moi, بالنسبة لي. Pour toi, بالنسبة لك. وإذا استعملت لوحدها moi تعني أنا. Toi تعني أنت. سأكتب الترجمة. مثلا الصحفية la journaliste tu exagères أنت تبالغ beaucoup كثيرا les bus الحافلات ne roulent pas trop longtemps لا تتحرك الحافلات ببطء شديد. Ils ne sont pas, ils ne sont pas, فهي ليست assez rapide, سريعة بما فيها الكفاية. Assez تعني بما فيه الكفاية. Pour toi, بالنسبة لك. إذن أنتجنا فقرة هنا. أنتجنا فقرة. Tu exagères beaucoup, jumla. Les bus ne roulent pas trop longtemps, jumla. Ils ne sont pas assez rapides pour toi, jumla. أنت يمكنك أن تقرأ هذه الفقرة بهذه الطريقة. Tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapide pour toi. ستقرأ في المرة الأولى بهذه الطريقة المرة الثانية المرة الثالثة وبعد ذلك ستصبح تقرأها بهذه الطريقة. Tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop longtemps. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. يعني سيتحسن أسلوبك في القراءة وأيضا أسلوبك في الحديث باللغة الفرنسية. بعد أن تتبع هذه الطريقة الأولى ستستطيع أن تعطي كلمات جديدة على بالنسبة لحوارك مع الآخرين. الآن سعد قال لها سعد بون سي تي فو تي ا دوتر كيسيون بون سي تي فو تي ا دوتر كيسيون بون أي جيد أو حسنا بون حسنا مثلا تقول حسنا سي تي فو إذا كنت تريدين فهو يخاطب الصحفية سي تي فو سي تي فو سي هي أداة الشرط سي إذا تي فو تريد أو تريدين جو فو أريد Tu veux, tu rides ou tu ridines. Il veut,
Yurido ou turido. Je veux, tu veux, il veut. Si le verbe vouloir au présent, si la conjugaison du verbe vouloir au présent, ay tsrif le fi'l vouloir au présent. Ay tsrif le fi'l vouloir ila al hadir. Yurido. Fi'l vouloir huwa yurido. وهو يستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية وخاصة في الحوارات. قلنا tu as le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a. J'ai, لدي, tu as, لديك, il a, لديه. D'autres questions, d'autres, أي autre, il y a أخرى, autre, il y a أخرى. Question, la question ou sual. D'autres questions, ay as'ila okhra. Il y en a toujours de s هنا, le jam. Le jam. Est-ce que tu استعمل le jam? Tu as d'autres questions? هل لديك اسئله اخرى? ساكتب الترجمه. سعد حسنا اذا كنت تريدين هل لديك أسئلة أخرى؟ Bon, c'est tu veux, tu as d'autres questions. Tu as d'autres questions. Bon, si tu veux, tu as d'autres questions. La journaliste, et journaliste, j'ai une dernière question. J'ai لدي une dernière أي أخير question سؤال une dernière question أي لدي سؤال أخير مثلا tu t'intéresses au cinéma français هل أنت مهتم بالسينما الفرنسية Tu t'intéresses au cinéma français. Tu t'intéresses. Hal anta muhtam au cinéma, bis cinéma français al faransia. Al sahafia. Ladayya su'al wahid akhir. J'ai ladayya. Tu as ladayka. Il a ladayhi. Qulna huna j'ai لدي وقلنا في السابق تيا لديك وهذا جي تيا إلى هو تصريف لفعل أفوار يملك أو لديه الفعل أفوار هو يملك أو لديه في الحاضر جي لدي une dernière question La question مؤنث لذلك استعملنا une dernière لو كانت مذكرة سنقول un dernier ونحذف e نحذف e هنا ونحذف e هنا une dernière question وهنا سؤال مذكر لذلك نقول أخير سؤال واحد أخير tu t'intéresses أي هل أنت مهتم au cinéma français a anta muhtam aw hal anta muhtam bis cinéma al faransia matalan anta stqra'a fi al bidaya j'ai une dernière question j'ai une dernière question tu t'intéresses au cinéma français tu t'intéresses au cinéma français wa ba'da dhalika yumkinuka an taqra'ha J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Ça a mouru l'an. Il a 7. 7. Oui, un peu. 7. Oui, un peu. Oui, t'ani n'am. Non, t'ani là. Oui, n'am. Un peu, qalilan. Ou qalil. سعد نعم قليل سعد وي ان بو اي نعم قليل جورناليست
Alors, que penses-tu? Bimada tudakkirukum, que penses-tu? Que penses-tu? Alors, que penses-tu? Que penses-tu? لقد ذكرت لكم في الأول ما رأيك تعني ما رأيك Que penses-tu de l'humoriste أي الفكاهي أو الكوميدي أكتر أي الممثل أي رياليزاتور أي المخرج قاد الملح أظنكم أنتم تعرفون قاد الملح وهو مغربي فكاهي وممثل ومخرج أيضا Journaliste. Alors, que penses-tu de l'humoriste, acteur et réalisateur Gad Elmaleh? As-Sahafiya. Idan, alors, que penses-tu, Mar Yuka, de l'humoriste fi al-comédie, acteur, ay الممثل أكتر الممثل رياليزاتور المخرج قد الملح قد الملح وممثل وكوميدي ومخرج مغربي رائع فكاهي رائع جورناليست alors que penses-tu que Ma penses-tu, Rayuka, de l'humoriste, fi al-comédie, acteur et réalisateur Gad Elmaleh? Alors, que penses-tu de l'humoriste, acteur, réalisateur Gad Elmaleh? As-Sahafiya, idan ma Rayuka fi al-comédie, wal-mumathil wal-mukhrij Gad Elmaleh. Saad, idan sayaqul ra'yahu fi قد الملح سعد j'aime beaucoup je trouve que c'est un bon acteur j'aime c'est le verbe aimer au présent j'aime أحب beaucoup كثيرا beaucoup je trouve أعتقد que c'est d'un bon acteur, أعتقد أنه ممثل جيد, un bon acteur, أي ممثل جيد, acteur ممثل, un bon جيد, il joue bien, أنه يلعب أدواره جيدا, j'adore cet acteur, هنا, il joue, يلعب, سواء il joue du football, il joue يلعب, سواء يلعب الكرة أو يلعب دوره في المسرح. Il joue bien, جيد. J'adore, أي j'adore أحبه. J'aime أحبه. J'adore عندها معنى أكثر من الحب. Cet acteur, أي هذا الممثل. هذا الممثل سيت اكتر سيت اكتر هذا الممثل هنا استعملنا سيت سي او تي ولم نستعمل سو ولم نستعمل سيت دو تي او لان اكتر مسبوقه ب ا اذا كان الاسم الذي نريد ان نقرنه باداه الاشاره سو أو سي أو سيت إذا كان مسبوق ب أ أو 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 إي أو 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 إغريك وإذا بأش صامتة فإننا نستعمل سيت سي أو تي إذا كان مسبوق بفويل أو بأش صامتة الغير المنطوقة مثلا سيت أوم أوم أش في البداية ولا تنطق سأكمل الدرس قلنا ما سي كوا توت تي كيستيون
J'aime beaucoup. Aidan, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais, lakin, c'est quoi toutes tes questions? Et l'imada, c'est quoi? C'est quoi l'imada? Toutes, kulla, tes questions. Hadhi, al-as'ila. هذه الجملة الأخيرة أضفتها أنا فقط لكي أتم الحوار لأن الحوار طويل جدا. سعد سأترجم ما كتبته. جيم بوكو أحبه كثيرا. Je trouve que c'est un bon acteur. أعتقد أنه ممثل جيد. جيد. Il joue bien. إنه يلعب أدواره جيدا. J'adore cet acteur. أنا أحب هذا الممثل. Mais, لكن, c'est pourquoi toutes ces questions, لماذا كل هذه الأسئلة؟ أنت يمكنك أن تقرأ مثلا. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur, il joue bien, j'adore, j'adore cet acteur, uhibbu hadha al-mumathil, j'adore cet acteur, uhibbu hadha al-mumathil, mais, lakin, c'est quoi toutes tes questions? C'est quoi toutes tes questions? يمكن أن تقرأ 10 مرات مثلا بهذه الطريقة وبعد ذلك ستقرأها مثلا J'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien, j'adore cet acteur. Mais, c'est quoi toutes tes questions? الآن سأمر إلى جورناليست. نهاية الحوار أنا أنهيتها بهذه الطريقة لكي لا أطيل عليكم. جورناليست C'est pour les cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Les réponses. C'est pour les cours de français, je dois poser des questions et analyser les réponses. As-Sahafiya. C'est pour les cours. قلنا pour لأجل. إنه لأجل أو لأجل لي كور الدروس دو فرونسي الفرنسية. جو دوا يجب علي. جو دوا يجب علي أو يجب. بوزي أطرح دي كيستيون أي الأسئلة. لا كيستيون سؤال. دي كيستيون الأسئلة. أي و أناليزي أحلل. Les réponses, الإجابات. Les réponses, الإجابات. La question, سؤال. La réponse, الجواب. C'est pour les cours de français, je dois poser des questions et analyser les réponses. لأجل الدروس الفرنسية. C'est pour les cours de français, لأجل الدروس الفرنسية. Je dois poser des questions. يجب أن أطرح الأسئلة et analyser وأن أحلل les réponses à l'إجابات. C'est pour les cours de français, je dois poser des questions et analyser les réponses. لأجل الدروس الفرنسية. C'est pour les cours de français. يمكنك أن تقرأها أنت مثلا في المرة الأولى. C'est pour les cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. C'est pour les cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. وفي المرة الأخيرة أي العاشرة يمكن أن تقول C'est pour les cours de français. Je dois poser des questions et analyser des réponses. سعد سيقول
Oh, d'accord. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Sad. Ah, Hassanan. D'accord. يعني متفق. L'accord, il y a al-muwafaqa ou l'ittifaq. D'accord, يعني متفق. Sad. Oh, d'accord. Et ah, Hassanan. متفق. وهنا كما سبق أن قلت لكم هذه هي الطريقة التي يمكن أن تبدأ بها تعلم اللغة الفرنسية. في الأول ستحس بالملل والضجر وتحس بأن هذه الطريقة لن تنفعك أبدا، لأنك ليست لديك الرغبة الجامحة في تعلم اللغة الفرنسية. أنت فقط حاول، حاول أن تعمل بجد مثلا وتعد حوارات، فقط حوار كل يوم، حوار كل يوم. مثلا تكتب في تعليق هذا الفيديو حوار ولو بأربعة أسطر، سطرين أو بعشرة أسطر حسب استطاعتك أنت، وأنا سأقوم بإدراجه كفيديو، سأدرج في الفيديو جميع حواراتكم التي تضعونها أو أسئلتكم، سأجيب عن أسئلتكم التي تطرحونها في التعليق. قلنا سأقرأ لكم الحوار. أنا أنتجت مثلا هذا الحوار، حوار سعد وجورناليست، أخذته من مثلا من موقع لا جورناليست أي الصحفية الفرنسية، وحاولت أن أترجمه وحاولت أن أحلل ما كتب فيه. مثلا سأقرأ الحوار. بونجور سعد. بونجور جورناليست. بونجور سعد. سعد vous êtes la journaliste. Tu es belle. Journaliste oui, merci. Sad, donc on va commencer. Journaliste oui, bien sûr, je vais te poser des questions. Et tu vas me donner ton avis. Sad, d'accord. Journaliste. Qu'est-ce que tu penses de Emmanuel Macron? Sad, Emmanuel Macron, je le trouve très plaisant. Il est petit. Il parle beaucoup. Ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Journaliste. Et comment tu trouves Madame Angela Merkel? Sad, je la trouve très gentille. Elle est toujours disponible. Journaliste. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Sad, non, je ne trouve pas. Journaliste. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Sad, oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Journaliste, tu préfères voyager en bus ou en train? Sad, je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Journaliste, tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Sad, bon, si tu veux, tu as d'autres questions? Journaliste, j'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Sad, oui, un peu. Journaliste, alors, que tu penses-tu de l'humoriste, acteur et réalisateur Gad Elmaleh? Sad, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? Journaliste, c'est pour les cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Sad, oh, d'accord. هذا الحوار وضعته فقط لتتعلموا كيف تنطلقون في تعلم اللغة الفرنسية. بهذه الطريقة يمكنكم أن تتعلموا اللغة الفرنسية عن طريق الحوارات. من أراد التكلم باللغة الفرنسية أو التحدث باللغة الفرنسية فيجب عليه متابعة مثل هذه الحوارات. فهذا الحوار طويل جدا وسيعطيكم أزيد من 50 كلمة، ستتعلم عن طريقه 50 كلمة وأيضا أزيد من 20 تعبير وأيضا أزيد من 40 فعل مصرف، يعني ستأخذ منه الكلمات والأفعال وأيضا لبريبوزيسيون حروف الجر وأدوات الربط لكونجونكسيون، وستتعلم كيف تربط الجمل وأيضا كيف تتحدث باللغة الفرنسية. فقط المطلوب هو متابعة الفيديو إلى الأخير
والاستفادة، وهذه كبداية أو كانطلاقة فإنها انطلاقة جيدة. إذن حاولوا تعلم اللغة الفرنسية عن طريق هذه الحوارات، عن طريق تلك الجمل والقواعد التي أضعها في الفيديوهات. شاركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. اضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر وفعل الجرس، وأيضا اضغط على جيم وعلق على الفيديو. فزكاة العلم تبلغه، إن كنت قمت بهذه العملية فسيبلغ هذا الفيديو لشخص آخر. وحاولوا أن تكتبوا في التعليق جمل أو حوارات بسيطة وأنا سأحاول إدراجها في الفيديو. وهناك أيضا جوائز سأرسلها إلى أصحابها في كل رأس الشهر. أقوم بتحليل أيضا للقناة، أخذ 10 الأوائل بالنسبة للتعليقات والضغط على جيم، وأيضا المشتركين الجدد، وأيضا مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك وجميع وسائل التواصل. أخذ كل شهر 10 ويمكن أن تكون أكثر، وأرسل لهم كتب وأيضا سيديهات، أو أرسل عبر الإيميل كل الدروس التي قمت بتحميلها لكي تتعلموا اللغة الفرنسية. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.